موقف امام عاشور. امام عاشور بيقترب بقوه للماتش الجاي في المشاركه، كان المشكله كلها فنيه من الجهاز الفني، لكن حتى الان المشكله اتحلت. كمان امام عاشور كان في جلسه بينه وبين مسؤولي نادي الزمالك، وافق على تمديد عقده مع نادي الزمالك. عقده كان في السنه حوالي 7 مليون صافي، لكن بالضرايب كان 10 مليون وكسور، فهو كده خلاص هيمدد تعاقده مع نادي الزمالك، والموضوع كله يعتبر في ايد فيريال، ما فيش اي حاجه تاني ازمه فيه. هو بيقترب بقوه من المشاركه في المباراه السموحه المقبله. طيب مراد، انت موقف كهربا من رفع الايقاف ياخد وقت في الاتحاد هنا؟ بص، هو كابتن لو الاهلي او كهربا او اللاعب سددوا الغرامه طبعا في خلال وقت قليل هيكون طبعا اللاعب هيشارك مع الاهلي بصفه عاديه. لكن انا المعلومات اللي عندي ان يعني كهربا في مشاكل جوه النادي مع النادي، مشاكل شايفها يعني مش عايز اقول انضباطيه شويه من ناحيه اللاعب. اللاعب في بعض المشاكل الفتره الاخيره. الاهلي ما عملوش اي مشكله خالص، الاهلي مساند اللاعب في اكتر من موقف. فانا بقول لك يعني بنسبه كبيره كهربا ممكن يكون خارج النادي الاهلي في يناير اللي جاي. بس عارف ان كهربا في حاله انضباط كبيره دلوقتي. المعلومه اللي عندي ان في حاجات مشاكل الفتره اللي فاتت ظهرت. انا وانت مختلفين في الحته دي. فانا بقول المعلومات اللي عندي. لكن طبعا الاهلي زي ما قلت لك، الاهلي زي ما علي قال، الاهلي ما عندوش اي مشكله في المساعده للاعب ان هو يدفع الغرامه. بس الاهلي هيساعد مقابل سنه، فاكيد انت بتقول في يناير كده يبقى مكمل. لا يعني بص، هو مراد يعني انا بقول ان في مشاكل انضباطيه، بيتكلم جزئيا ان ممكن مشاكل انضباطيه مالهاش علاقه بتبيع كهربا في الفتره الجايه ولكن هي القصه كلها ان كهربا السنه دي على الاقل حتى لو هيرحل مش هيرحل قبل السنه الجايه. طيب جدول الدوري بالكامل. بص يا كابتن، هو جدول الدوري المفروض يعني الرابطه هتعلن عنه خلال ساعات، غالبا بكره ان شاء الله. خلاص تم الاستقرار على اعلان على 29 اسبوع. هايل. مش الجدول كله. هيسيبوا الاسابيع الاخيره علشان مبدا تكافؤ الفرص انها تتلعب في وقت واحد. لكن تم الاتفاق خلاص ان هم 29 خلاص وجاهزين، وهيتم الاعلان عنهم خلال ساعات. في برضك مراعاه يعني برضك القرعه الخاصه بدوري ابطال افريقيا والكونفدراليه، برضك يعني في الحاج عامر عامل حسابها برضك في جدول الدوري، يعني سايب لها مواعيد. برضك من الناس اللي بتنتقد يا كابتن اتحاد الكوره او يعني من زمان او رابطه الانديه ان هم ليه ما يعنوش جدول الدوري كامل بسبب الاتحاد الافريقي. يعني بسبب الاتحاد الافريقي، انا شايف ان الاتحاد الافريقي عامل اساسي من الاسباب ان احنا ما بنعنيش الجدول كامل. انت لغايه دلوقتي على طول بيقول الحاج عامر يعني لغايه دلوقتي يعني انت يعني المفروض انت في دوري ابطال اوروبا والحاجات دي بتبقى المواعيد محدده 3 و4 دوري ابطال اوروبا. الاتحاد الافريقي بيحط بطوله في ميعاد الاتحاد الدولي، كاس العالم للانديه مع كاس الامم الافريقيه. يعني الماتش الاخير طبعا ماتش الزمالك اللي كان في مع وديه مصر وليبيريا، شفنا الازمه ساعتها، ماتش محطوط في الاجنده الدوليه، فحصل يعني مش عايز اقول ازمه، حصل برضو تاتش كده على لعيبه الزمالك. الاتحاد الكره المنتخب هيسيبهم ولا لا؟ فالازمات دي كلها 80% و90% من جدول الدوري من الاتحاد الافريقي. انا شايفك بتتكلم كتير في موضوع بن شرقي. لا، هو في مستجدات في بن شرقي. إيه يعني بن شرقي، بص يا كابتن، هو مبدئيا كده بن شرقي اساسا مش من مصر، مش عشان فلوس. ناس كتير مش اللي عامل الفلوس مش هو العامل الاساسي. مفهوم. بن شرقي الزمالك على فكره كان عرض عليه رقم كبير جدا، والاهلي دخل في فوضى مع بن شرقي. دي حاجه مش انا اللي هقولها، يعني كده كده دي حاجه معروفه جدا. فبالتالي هو رحل لاسباب شخصيه، يعني رحل للامارات بالتحديد. يمكن احنا مش في مداخله كانت معاك يا كابتن من فتره كبيره جدا، كانت قال ان هو رايح قطر وكده، وطلع كابتن بن شرقي لو يمشي من مصر هيروح الامارات لو تفتكر. يعني ده بناء على معلومه شخصيه ان هو عنده اسباب شخصيه مش عايزين نتطرق ليها لان ده مش موضوعنا، يعني تدفعه ان هو يروح يقعد في الامارات الفتره دي. تمام. الاسباب دي تقريبا تلاشت دلوقتي، انتهت. دي اول حاجه، واعتقد ان ملك ممكن يكون برضو عندها معلومه لان هي اكيد برضو زمالك الموضوع ساير فيها. دي اول تمام. حاجه. الجزء الثاني المهم برضو في قصه بن شرقي، ارقامه مع النادي بتاعه. يعني هو من ساعه ما راح تقريبا لعب حوالي 6 مباريات او 5 مباريات ولا هدف ولا اسيست، اتصاب مرتين، اصابه منهم دلوقتي اصابه طويله هتطول معاه، يعني لسه قدامه مثلا حوالي 3 4 اسابيع. فبالتالي الدنيا مع اشرف بن شرقي مش افضل حاجه. القصه بقى كمل. قصه مع اشرف بن شرقي، قصه مع اشرف بن شرقي يا كابتن سيف، قصه في ايه؟ ان انا النهارده الاهلي ليه موقف. الاهلي ليه موقف مع بن شرقي لو يعني النهارده في الموضوع ليه شقين. هل النهارده بن شرقي هيكون لعيب فري ولا لعيب مرتبط؟ يعني هو اكيد مرتبط، ما هو مرتبط ماضي، ما هو تمام. بس الكلام وفقا لوكيله طبعا زي ما هو شقيق وزي ما حضرتك عارف، اتكلم ان هو ممكن يفسخ عقده، ان هو ممكن لو كده بالتراضي يفسخ عقده. تمام. ما يحصل مثلا تسويه ماديه مع نادي ويفسخ عقده. تمام. في الحاله دي انا بقول لك بقى موقف الاهلي، لان انا تواصلت مع اكثر مسؤول في النادي الاهلي وهم على فكره على علم بالموضوع. يعني هم على علم بالقصه وكده، لان واضح طبعا ان شقيق اشرف بن شرقي اتكلم معاه، كلامه واضح جدا. لو الجزيره الاماراتي مش هيفسخ معاه بالتراضي وهيفضل على قوه النادي والاهلي هيحتاج يدفع رقم، مش هناخده.
امتى الاهلي هيفكر لو يدخل فيه وهيدخل بقوه لان اشرف بن شرقي من اللعيبه لو اشرف بن شرقي نجح ان هو ينهي بالتراضي علاقته بنادي الجزائر. طب انت ليه استبعدت الزمالك في الجيم؟ لا مش مستبعد الزمالك, انا بقول لك موقف الاهلي عندنا بقى دي. ماشي. انا بقول لك موقف الاهلي. الزمالك بقى مالك تقول الزمالك الاقرب هيبقى امير الاقرب لبن شرقي كويس, الامور الماديه خلاص بالزبط. في حاله ماديه لا انا مختلف معاك بقى جدا. انا بقول لك لو بن شرقي كان قاعد في مصر في الفتره دي كان راح الاهلي. بص يا كابتن, انا وفقا لمعلومه مؤكده وجلسه مؤكده انا قعد نسمع على بن شرقي وساسي على زي ما قعدنا نسمع كده بن ساسي راجع الزمالك. لا مش راجع بن شرقي وساسي يرجيني ساسي. هنقعد برضو في الموال ده هنقعد نسمع بن شرقي راجع لا مش راجع. هو الراجل اللي عنده معلومات. لا يا كابتن, هو طبيعي اقول لك على حاجه, ما اي لعيب بينجح, اي لعيب هينجح في مصر. يعني انا النهارده مثلا ايفونا مثلا انت يعني بعد ما مشي من الاهلي بعد ما كان ناجح الاهلي دخل في مفاوضات معاه كم مره؟ اكثر من مره على فكره. يعني اي لعيب بيمشي يعني فرجاني ساسي. يعني انت دلوقتي بتقول ان هو الراجل لو فري ورجع مصر هيرجع الاهلي. انت بتقول كده؟ لا مش كده, الاهلي هيخش عليه. لا انا كلامي واضح, بقول لك يا كابتن قبل ما يرحل الامارات قبل ما يرحل الامارات. طب خلاص لو ما كانش راح الامارات خلينا دلوقتي. لا دلوقتي هتبقى مفاوضات, هنرجع تاني لطاوله المفاوضات. بس هو يا كابتن القصه في الاهلي, انا كلامي موقف الاهلي ايه؟ الاهلي لو اللعيب مرتبط بناديه وناديه عايز يبيعه الاهلي مش هيدخل اساسا. لو بن شرقي قدر يخلص مع ناديه وبقى اصبح لعيب حر الاهلي هيدخل ساعتها مفاوضات.